في معلومات كتير مغلوطة عن الايفون وخرافات ما زالت الناس بتقولها لحد النهاردة، ولكن الحقيقة ان اغلب الحاجات دي ما بتكونش صحيحة، وممكن تكون سبب من الاسباب دي يكون العقبة اللي بينك وبين الايفون انك تقتنيه كموبايلك الشخصي او انك تحطه في الصورة اصلا انه يكون منافس لموبايلات الاندرويد. عشان كده انا حابب في الفيديو ده نصحح شوية مفاهيم مغلوطة عن الايفون، يمكن تكون دي احد الاسباب اللي تخليك تحب الموبايل او تشوفه كموبايلك المناسب مقارنه بموبايلات الاندرويد. فلو دي حاجه تهمك، انا محمود سعد من ريفيولوجي وخلينا نبدا. اول معلومه غلط، وهي انك ما تقدرش تحمل فيديوهات من على منصات التواصل الاجتماعي، والحقيقه ان ده مش صح. انا بستخدم اكتر من طريقه وفي طرق كتير جدا تقدر تحمل منها الفيديوهات زي ما بتعمل على الاندرويد بطرق مختلفه، واشهرهم تطبيق سناب تيوب. فانت على الايفون بيكون عندك طرق مشابهه لده. على سبيل المثال انا بستخدم تطبيق اسمه في سيف ومحمله من المتجر عادي، بيحمل الفيديوهات من كل حته، وخاصه انه بيحمل الستوريز اللي موجوده على الفيسبوك او على انستغرام. فالتطبيق بيقدم لي مميزات مش موجوده في تطبيقات تانية. وبستخدم برضو بوت على تليجرام اسمه يونيفرسال داونلودر، بيقوم بنفس المهمه، وساعات بستخدمه لانه طبعا هو جزء من تليجرام، مفيش اي اعلانات، مفيش اي تهنيجات، انت مش محتاج تحمل اصلا تطبيق خارجي. وفي طبعا طرق كتيره ومختلفه، ولكن دول الطريقتين اللي انا بستخدمهم حاليا وشغالين بكفاءه ممتازه. وطبعا انا مش هخش في تفاصيلهم لاني اتكلمت عنهم بشكل مفصل في شورت فيديو، هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. من الخرافات التانية عن الايفون، وهي فكرة ان خدمات ابل منغلقة على نفسها وعلى انظمتها وما تقدرش تستخدمها في اي مكان تاني او على اي نظام تاني، ولكن برضو دي معلومة مش صحيحة. ابل بتقدم لنا موقع بالكامل اسمه اي كلاود، ومتوفر عليه كل الخدمات اللي بتكون مربوطة مع الاي كلاود، زي الايميلات وزي الريمايندر وزي ابل نوتس وارقامك والتطبيقات المختلفة من خدمات ابل. ودلوقتي ابل عملت اعادة تصميم كاملة لموقع الاي كلاود، وبقى سهل جدا وكل العناصر بتكون متوفرة قدامك. انت مجرد ما بتسجل بالابل الاي دي بتاعك هتلاقي كل الخدمات المتوفره لك على موقع الاي كلاود قدامك، وتقدر تنظمها تغير مكانها. الموضوع بسيط وسهل. فانا مثلا شخص من مستخدمين جوجل نوتس من زمان، دلوقتي بقدر اوصل لها على الويندوز من المتصفح، وبرضو الابل نوتس هقدر اوصل لها من المتصفح. فايه اللي يخليني استخدم جوجل نوتس وما استخدمش ابل نوتس، خصوصا ان دي اصلا خطوه يعني لو انت معاك ايفون اعملها على طول، لان ابل نوتس احترافيه بشكل كبير جدا مقارنه بجوجل نوتس، وفي نفس الوقت مش بتوصل لكم التعقيد اللي بتشوفه في حاجات متخصصه زي نوشن والكلام ده. فانت دلوقتي احد الخدمات دي واشهرها طبعا اللي هي النوتس، انا اقدر اوصلها من الموبايل واقدر اوصلها من الويندوز بنفس الطريقه والسهوله اللي بقدر اوصل بيها لخدمات جوجل على سبيل المثال. ومش بس كده، ابل دلوقتي بقى متاح انك تقدر توصل للصور والفيديوهات اللي انت رافعها على الاي كلاود من جوه التطبيق بتاع الصور بتاع الويندوز. الموضوع بقى بشكل انتجريتد، مش بتوصل له من على المتصفح. يعني على سبيل المثال انا برضو طول عمري بستخدم جوجل فوتوز عشان احفظ عليه صوري وفيديوهاتي، ولما بحب افتحه من على الويندوز بفتح المتصفح وبعدين بفتح موقع جوجل فوتوز. انا دلوقتي اقدر اوصل للصور بتاعتي والفيديوهات اللي على الاي كلاود بطريقه اسهل كمان. دلوقتي انا اقدر مجرد ما اسجل برضو بالابل اي دي بتاعي على تطبيق المعرض اللي موجود على الويندوز، اقدر اوصل لكل صوري بشكل انتجريتد على الويندوز من غير ما اعمل اي خطوه زياده. يعني انت دلوقتي خدمات ابل بقيت تقدر توصلها بطرق اسهل من الخدمات التانيه. وخلينا نقول ان انت مثلا من مستخدمين ابل ميوزك، فانت برضو تقدر توصله من خلال المتصفح زي ما بتفتح اليوتيوب او بتفتح يوتيوب ميوزك. ولو الموضوع صعب عليك وعايزه كمان يكون متوفر على الويندوز، فانت تقدر توصله من خلال الايتونز زي ما بتحمل تطبيق سبوتيفاي او انغامي. احنا دلوقتي ما نقدرش نقول ان خدمات ابل منغلقه على نفسها بشكل كامل، لا، يعني انت في خدمات كتير زي ما بتوصلها من على الايفون ممكن تقدر توصلها من على الويندوز، وباكتر من طريقه وفي طرق كمان اسهل من خدمات تانية متقدمه من جوجل. استكمالا بقى لموضوع الخدمات، احد الخرافات التانية وهي انك متقدرش تستخدم غير خدمات ابل على اجهزتها، والحقيقة ده برضو معلومة غلط. انا من ساعة ما اشتريت الايفون وانا بستخدم جوجل مابس للخرائط، وبستخدم جوجل كروم، ولما غيرت من جوجل كروم بقيت استخدم مايكروسوفت ايدج، وزي ما ذكرت لك في النقطة اللي فاتت انا بقيت استخدم ابل نوتس بدل جوجل نوتس. كل الحاجات دي شغالة معايا بكل سلاسة، ابل مش حاطة لي اي عوائق عشان تجبرني ان استخدم تطبيقاتها، والموضوع ماشي معايا ممتاز ما فيهوش اي مشكلة. طيب ننتقل بقى لنقطة تانية، وهي ان التطبيقات على الايفون بفلوس. الناس مفكرة ان الايفون ده بتاع الاغنياء بس، فكل الشركات شركات جشعة، واي حاجة بتتعمل للايفون بتكون غالية بما فيها التطبيقات. طيب انا دلوقتي طول السنة اللي انا بستخدم فيها الايفون ده
كل التطبيقات اللي انا كنت بستخدمها على اندرويد موجوده على الايفون ببلاش. بس انت اصلا ما تجبرش نفسك او ما تظلمش نفسك انك تحصر نفسك في تطبيقات بس كنت بتستخدمها على الاندرويد، لا، انت دلوقتي دخلت في نظام جديد، مطورين جداد بيطوروا تطبيقات بتكون مخصصه بس للايفون، فانت حاول تاخد لفه في متجر التطبيقات في الايفون، هتكتشف تطبيقات كتير حلوه معموله للايفون بس وببلاش، والعاب برضه حلوه، فانت خد التجربه الكامله وبعدين شوف اللي يناسبك. وصدقني التطبيقات زي ما هي موجوده هنا ببلاش موجودة هنا ببلاش، وحتى لو ما لقيتش نفس التطبيق على الايفون فانت هتلاقي بدايل ليه تانية كتير بتتقدم بجودة ممتازة وببلاش برضو. الاختلاف بس الوحيد واللي ما نقدرش ننكره وهي ان الاشتراكات بتاعة الخدمات او بتاعة التطبيقات بتكون اغلى عن الايفون مقارنة بالويندوز او مقارنة بالاندرويد، وده بيرجع لسياسة ابل في تعاملها مع المطورين انها ضايفة 30% على اي تطبيق بينزل في الستور. فانت دلوقتي التطبيق ده بيتكلف المطورين فلوس اكتر مقارنة بان هم بينزلوه على الاندرويد او على المنصات التانية. يعني مثلا تطبيق يوتيوب بريميوم هتلاقي ان سعره ارخص على الاندرويد مقارنة بالايفون، حتى مؤخرا اشتراك تويتر بلو موجود على الايفون ب 11 دولار تقريبا مقارنه ب 8 دولار على الاندرويد. ولكن خلاف كده التطبيقات موجوده ببلاش وموجوده بفلوس، موجود عندك الاختيارين وانت مش محتاج تدفع جنيه عشان تستخدم اي خدمه مع الايفون زيك زي ما بتعمل في الاندرويد. استكمالا بقى لحتة الجشع اللي بتدور حوالين ابل ومنتجاتها، فكرة ان الاكسسوارات بتاعت الايفون غالية، طيب دي مش حقيقة برضو. انت موجود عندك اي موبايل او اي شركة عموما بينزل لها اكسسوارات، في منها الغالي وفي منها الرخيص والايفون هكذا. ولكن لازم تبقى حاطط في بالك انك مش هتروح محل تشتري منه موبايل ب 30000 جنيه او ب 25000 جنيه وهيبيع لك الجراب ب 50 جنيه، لا، هو هيعرض عليك الجراب والسكرينة ب 300 جنيه ب 250 ب 400 جنيه وفي ازيد من كده كمان، لان هو شايف ان بالنسبة لك انت دفعت 30000 جنيه مش هيبقى عندك مشكله لو دفعت 500 600 جنيه او حتى 1000 جنيه اكسسوارات للموبايل. فانت ما تتحركش، مش معنى ان انت اشتريت موبايل يبقى انت لازم تشتري الاكسسوارات بتاعته من نفس المحل، لا، انت اخرج وروح للمحلات الصغيره او روح لمحلات الجمله، هتلاقي عندها الاختيارات العاديه لاي موبايل، هتلاقي عندها جرابات ب 50 و60 جنيه وحاجات ارخص من كده كمان. يعني انا خلال السنه اللي بستخدم فيها الايفون اشتريت له اكتر من جراب، والجرابات دي كلها ب 30 جنيه، حتى السكرينه اللي متركبه على الموبايل ب 35 جنيه، يعني انا نوعت له جرابات وسكرينات ما عدتش 200 جنيه تقريبا صرف. ويوم ما حاولت ان انا ابزغ بقى واشتري حاجه غاليه اشتريت له بجراب النيلكن ده، والجراب ده عامل 250 او 300 جنيه على امازون دلوقتي. فانت تقدر تشتري الغالي وتقدر تشتري الرخيص، وكل ده متاح لاي موبايل مش الايفون بس. وعايز اقول لك كمان ان انا من خلال تجربتي مع السامسونج اس 21 بلس انا اشتريت له اكسسوارات اغلى بكتير من الايفون. يعني انا لما اشتريت له جراب واشتريت له سكرينه الكلام ده كان كل حاجه منهم ب 400 او 300 جنيه، مع انه موبايل سامسونج موبايل فلاجشيب وساعتها لما اشتريته كان موبايل غالي. ولكن الفكره في التوفر، الفكره في الشعبيه، انت الايفون عندك في الفئه العليا والفلاجشيب فهو شعبيته اعلى بكتير من موبايلات تانية زي سامسونج. فانا اصلا عشان اقدر اشتري اكسسوارز لموبايل الاس 21 بلس من سامسونج اللي هو المفروض موبايل معروف، قعدت ولفيت كتير على ما لقيت حاجه، وكمان لقيت حاجات بالعافيه ومش حلوه وغاليه في نفس الوقت. فالخلاصه ان انت زي ما هتلاقي الغالي هتلاقي الرخيص، والموضوع ينطبق على الايفون، كل الفكره ان انت تدور وخد وقتك. اخر نقطه بقى هنتكلم عليها في موضوع الغلاء ده، وهي ان الايفون ذات نفسه غالي. انت دلوقتي بتحصر نفسك في حاجتين ملهمش تالت، اول حاجه يا اما انت بتقارن الايفون مع فلاجشيب كيلر او موبايل متوسط، والموبايلات دي بتلعب على عنصر واحد بيكون هو الهايب او بيكون هو النقطة الترويجية في الموبايل. فانت ممكن تكون النقطة دي هي احتياجك الاول والرئيسي، زي ان موبايل بيقدم لك معالج رائد او بيقدم لك كاميرا بميجا بكسل عالي او بيقدم لك شحن سريع جدا. فانت لما تشوف ان الاحتياج بتاعك موجود في موبايل بنص السعر بتاع الايفون هتبدا تقول ان الايفون ده ملوش لازمه، الموبايل ده غالي على الفاضي. ولكن الحقيقه ان في فرق بين انك تقارن فلاجشيب كيلر او موبايل متوسط مع موبايل رائد عموما مش الايفون، لان ده موبايل متوازن، ده موبايل لناس معينه، موبايل بيكون متكامل من كل حاجه، بتبقى مطمن على السوفت وير، مطمن على الهارد وير، ما بيقابلكش اي مشاكل، كل حاجه بتكون مظبوطه ومتوازنه، مفيش حاجه بتيجي على حساب حاجه. لان طبعا لازم تبقى مستوعب ان طول ما انت السعر بينزل طول ما انت الشركه هتضحي بحاجات مقابل انها تقدم لك موبايل بمواصفات كويسه وفي نفس الوقت سعر رخيص. تاني حاجة بقى وهي انك بتقارن الايفون اللي هو فلاجشيب مع فلاجشيب من شركة تانية ولكن مش من نفس الرتبة، او مش الموبايل اللي نازل ينافس الموبايل ده. بمعنى ايه؟ يعني انت مثلا ال 14 برو ماكس ده ما تقدرش تنافسه مع الاس 23 العادي، في فرق تقريبا 200 او 300 دولار بينهم. هتقول طب ما ده فلاجشيب وده فلاجشيب، شوف ده بسعره كام وده بسعره كام. لا، انت الاس 23 العادي بتقارنه بال 14 او بال 14 بلس، ال 23 البلس بتبدا تقارنه بال 14 برو في الايفون، وهكذا. انت دلوقتي
دلوقتي بتقارن ال 14 برو ماكس في الايفون تبدا تبص مع موبايل سامسونج اللي هو الاس 23 الترا، هتلاقي ان الموبايلين اصلا بنفس السعر، وكمان انت عندك الاس 23 الترا بيبدا ب $100 اغلى من الايفون. فانت هنا لو بتقارن الايفون باي فلاجشيب تاني من اي شركه تانية هتلاقي ان هو نفس رينج الاسعار، ممكن $100 اقل او $100 اغلى، ولكن كل الفكره ان انت لازم تبقى عارف ان الايفون سعره مش مزود لك في السما خالص والموبايلات التانية كلها اسعارها تحت، لا الدنيا متناسبه والاسعار كلها بتكون ماشيه في نفس الريت، ولكن كل الفكره شوف هل اصلا الموبايل ده مناسب ليك ولا لا. ممكن يكون اصلا الايفون مش الموبايل اللي انت محتاجه، مش الحاجات اللي فيه هي اللي انت محتاجها، فساعتها هتشوف ان هو مش موبايل مناسب، هتشوف ان $1000 اللي بتدفعها في الموبايل ده مش احتياجك، يبقى انت احتياجك تاني. بس ده مش معناه ان الايفون مش بيقدم لك اي مميزات او مش بيقدم لك القيمه مقابل السعر. طيب هننتقل لنقطة تانية، ودي تقريبا من اكبر الخرافات اللي مستمرة معانا بقى لها اجيال لحد النهاردة، وهي ان الايفون بطاريته وحشة. في الواقع انا عاذر الناس، لان السمعة السيئة لما بترتبط بخدمة او بمنتج بيبقى صعب جدا انها تتغير، زي فكرة ان موبايلات شاومي ما بتقدمش كاميرات كويسة او موبايلات انفينكس بتجيب بوردة. الكلام ده خد سنين عشان الناس قدرت تغيره والشركة قدرت تغيره وجهة نظر الناس، والايفون طبعا ومنتجات ابل مش استثناء على كده، ولكن احنا دلوقتي داخلين في الخمس سنين وبطاريات الايفون ممتازة، يعني تقريبا من اول سلسلة الايفون 11 وبطاريات الايفون بتتفوق على نفسها كل سنة وعلى المنافسين. وصلنا لحد السنة دي مع سلسلة الايفون 14، واللي اصلا المراجعين والنقاد شايفين ان بطاريته مش حلوة وما قدمتش اي تحسن عن الجيل اللي فات، ولكن في نفس الوقت هي متفوقة على كل المنافسين من موبايلات الاندرويد ما عدا مؤخرا السامسونج اس 23 الترا هو اللي بدأ ينافسه ند بند. فاحنا على اي اساس بنقول ان الايفون بطاريته وحشة؟ اكيد مش مقياسنا ايفون زي الايفون 7 او الايفون 8 او الايفون اكس، لان الموبايلات دي فعلا بطارياتها كانت وحشة، ولكن انت دلوقتي بتتكلم على اجيال معديه الست وسبع سنين. فهل ابل كان عندها مشكله في البطاريه؟ اه بطاريه الايفون كانت وحشه، ولكن ابل صلحت المشكله دي بقى لها اربع او خمس سنين وبطارياتها ممتازه وبتتفوق على 99% من المنافسين. بل لو انت اصلا شغلك او اي حاجه انت بتحتاجها في الموبايل بتعتمد على البطاريه بشكل اساسي، فانت الايفون هو الجهاز المناسب ليك. ننتقل لنقطة كمان من خرافات الايفون، وهي فكرة ان التحديثات بتبطئ النظام. طيب تعالى نسأل السؤال ده بشكل صح شوية، هو انت امتى بتشتري موبايل جديد او امتى بتقول ان موبايلك ده كده تمام وانا عايز اغيره؟ هتلاقي ان في الاخر ان اجابتك بتوصلك ان الموبايل ده ما بقاش قادر يقدم لك الوظائف اللي انت كنت متعودها عليه، يا اما انت ما كنتش اشتريته من الاول، فده معناه ان موبايلك اول يوم اشتريته فيه غير بعد سنه غير بعد سنتين. وده يوصلنا لفكره ان تحديثات النظام كده كده لازم هتبطئ الموبايل، ولكن الشركه مش بتكون قاصده تعمل ده. كل الفكره ان التحديثات دي لما بتنزل بتنزل مميزات، يا اما التحديثات ما كانتش هتنزل. والفكره مش في تحديثات النظام بس، الفكره في تحديثات التطبيقات كمان. يعني اكيد ما تقارنش تطبيق زي الواتساب وتطبيق زي الفيسبوك مثلا من 3 سنين او 5 سنين زي دلوقتي، ما تقارنش الاي او اس 7 مثلا بالاي او اس 16، ما تقارنش اصلا يعني الاندرويد كيت كات بالاندرويد 13. افتح فيديو على اليوتيوب وشوف شكل النظام من 5 6 سنين وشكل النظام دلوقتي، هتعرف كم المميزات وكم التغييرات والانيميشنز والحركات والتطوير اللي حصل في النظام. فانت ما تجيبش ايفون بقاله 3 سنين او سنتين وتقول لي ده بقى بطيء مش عارف بنسبه 40%، ده الحاجه كانت سريعه، ده بعد ابديت الاي او اس 16 بقى بطيء او بقى اقل في الاداء، لان ده طبيعي. يعني انت كل ابديت الموضوع هيبدا يقل معاك تدريجي لحد ما فتره دعم الموبايل تنتهي، وقبل ما احدد لك 5 سنين ده الحد الادنى لتحديثات الايفون، ممكن تزيد الله اعلم. فانت خلال الخمس سنين ده مش معناه انك هتاخد موبايل صاروخي، بس كل الفكره ان الموبايل هيقدر يقوم لك بالوظائف اللي انت كنت شاريه عشانها، هيقدر يقوم لك بالوظائف دي حتى لو بقى ابطا شويه، بقى ياخد شويه وقت في المعالجه، ولكن الموبايل هيقدر يقدم لك المطلوب. مش هتقول خلاص بقى الموبايل ده انا هقفله، الموبايل ده هيرميه في الزباله، انا لازم اشتري موبايل جديد بكره. لازم تبقى مستوعب ان ده بيحصل في كل حاجه في التقنيه، مش يعني مش نظام الاي او اس بس، اي انظمه الاندرويد الويندوز كل حاجه من التحديثات بتاعه النظام وبتاعه التطبيقات بتتقل على قطع الهاردوير، والموضوع بيحتاج ان انت تعمل ابجريد سواء كل سنه او سنتين. فهل التحديثات بتبطئ الموبايل؟ اه. هل التحديثات بتبطئ الايفون؟ طبعا اه، ولكن افهم السؤال صح، التحديثات بتبطئ اي موبايل مش بتبطئ الايفون بس. التحديثات ليها دوره في حياه الموبايل زي اي حاجه، يعني بعد سنه غير بعد سنتين غير بعد خمسه، فما تنتقصش الصوره وتحط الايفون بس في الاطار الوحش، لان كل الموبايلات وكل الانظمه بيحصل فيها نفس الفكره. النقطة التانية اللي هنتكلم فيها وهي ان شكل الايفون ممل. بص انت لو بتدور على التخصيص والكاستمايزيشن اللي موجود في الاندرويد فروح اشتري اندرويد، لان انت مش هتلاقي ده في الايفون. ولكن ابل مؤخرا خلال السنتين اللي فاتوا بدأت تفتح شوية على المستخدمين وتخليهم يخصصوا بشكل بسيط في الموبايل، زي انك مثلا دلوقتي تقدر تغير شكل الايقونات، وايوه من غير ما تضحك ده كانت حاجة مش متاحة قبل كده، وعايز اقولك ان هي لما بقت متاحة كان لازم تغير كل شكل ايقونة للتطبيق بشكل مانيوال بشكل يدوي،
شادوي لكل تطبيق بشكل منفرد، ولكن دلوقتي الحمد لله تقدر تحمل الايكون باكس كامله وتغير شكل التطبيقات. وعايز اقول لك كمان ان ده مش بشكل رسمي من ابل، ولكن الموضوع برضو بيكون فيه تحايل من مطورين التطبيقات ان هم يغيروا لك شكل الايقونات. ده بجانب برضو التطبيقات الكتير اللي بتقدم لك ويدجتس مختلفه وباشكال كتير حلوه للهوم سكرين، بجانب طبعا فكره انك تقدر تضيف ويدجتس على اللوك سكرين اللي ابل قدمتها في الاي او اس 16، وفي تطبيقات برضو بتستغلها بشكل ذكي بانك تضيف اي اختصارات للتطبيقات، وكمان ميزه اللايف اكتيفيتيز اللي برضو ابل قدمتها في الاي او اس 16، التطبيقات والمطورين بيستخدموها بشكل ذكي انك تقدر تضيف اختصارات للتطبيقات او اختصارات بتكون مفيده على اللوك سكرين. هل الايفون ممل؟ الموضوع هنا يرجع لك انت، ولكن شويه الاضافات دي حتى لو انت شايف ان هي بسيطه ولكن هي مناسبه لمستخدمين الايفون، وانا بشكل شخصي مش شايف ان انا محتاج اكتر من كده في تخصيص الموبايل. نقطة تانية بتشغل الناس كتير، وهي فكرة ان الاكسسوارات اللي مش من ابل ما بتشتغلش على الايفون، ولكن برضو الموضوع هنا مش صحيح قوي، ممكن نقول ان هو صح بنسبة 80%. اولا كل منتجات الاكسسوارز زي الساعات او السماعات هتشتغل على الايفون، ولكن هل هي هتشتغل بكل مميزاتها ولا هتشتغل بمميزات اقل؟ دي بقى بتحددها الشركات، او شوف انت بقى هتشتري الاكسسوارز دي منين. يعني على سبيل المثال الاكسسوارز بتاعه سامسونج هتشتغل بنسبة مثلا 80% مع الايفون، هتلاقي ان في مثلا ميزة او ميزتين ما بتشتغلش غير مثلا على الاندرويد او على موبايلات سامسونج بس، ودي بتكون معتمده من شركه للتانيه. يعني في شركات مثلا عايزه تحصرك على قد ما تقدر في الاجهزه بتاعتها، زي سامسونج مثلا هي عايزاك تشيل موبايل من سامسونج، هتلاقي مثلا ان في ميزه مهمه او حلوه مش بتشتغل غير على موبايلات الاندرويد او على موبايلات سامسونج، ولكن كل الاكسسوارز هتشتغل. يعني انت مثلا مش هتحط سماعه في ودنك، مش هتطلع صوت، او هتلبس ساعه في ايدك، مش هتتربط بموبايل. وعلى سبيل المثال مثلا انا معايا الاونر باند 6 شغاله ممتازه 100% كل مميزاتها من ساعه ما اشتريت الايفون، وبتعمل سينك وتزامن مع تطبيق هواوي على الموبايل، وشغاله الاتصالات والرسائل كل حاجه بتوصل في وقتها وسريع ومفيش اي مشكله. فاحنا هنا ما نقدرش نقول ان الاكسسوارز ما بتشتغلش مع الايفون، ولكن انت قبل ما تشتري حاجه خش على اليوتيوب شوف تجربتها مع الايفون، شوف ايه المميزات اللي شغاله، ايه المميزات اللي مش شغاله. لو انت خلاص محتاج تجيب الساعه دي او تجيب السماعه دي، شوف المميزات اللي مش شغاله دي، هل انت محتاجها ولا ممكن تتغاضى عنها، وساعتها اختار. هننتقل لنقطه كمان، وهي ان الايفون ما فيهوش مدير ملفات. طيب بص، هو لو انت هتقارنه بمدير الملفات اللي في الاندرويد او الويندوز فهو مختلف تماما عن ده. اللي موجود في الويندوز او في الاندرويد فهو مدير للنظام، انت بيبقى متاح لك انك تخش او توصل، يبقى عندك اكسس لكل حاجه في النظام، بتوصل للملفات بتاعه النظام نفسه، بتوصل للملفات بتاعه التطبيقات ذات نفسها. الحاجات دي مش متاحه في الايفون، ولكن انت زي ما هو باين من اسمه، هو اسمه فايلز عشان انت بتوصل من خلاله للملفات اللي انت محملها بس. هو عباره عن كونتينر، عباره عن ترابيزه فاضيه كبيره انت بتقدر بس تنظم فيها الحاجات اللي انت حملتها. يعني انت مثلا لو فتحت سفاري او فتحت اي متصفح وحملت لك اي حاجه فهي هتظهر في الفايلز عادي زي الاندرويد. لو انت حملت مثلا ملف مضغوط هيظهر برضو في مدير الملفات بتاع الايفون، وتقدر تفكه وتتحكم فيه، وتقدر تتحكم في الملفات، تقدر تحطها في فولدرات تانية وتتحكم فيها وتوزعها زي ما انت عايز، ولكن الموضوع بيكون مقتصر على الفايلات بس. فلو ده يهمك فده متاح في الايفون عادي، ولكن انت بقى لو من الناس اللي هو مثلا عايز اوصل للتطبيق ده واوصل للاعدادات بتاعته واوصل للملفات بتاعته، فانت الحاجات دي مش متاحه عندك في الايفون، لان انت اصلا النظام مش فاتح لك فكره انك تستفيد من الحاجات دي. يعني على الاندرويد مثلا انا ممكن اخش على مدير الملفات، اخش مثلا على لعبه اخد الداتا بتاعتها واقوم مسح اللعبه من على الموبايل واحملها تاني وانقل الداتا بدل ما اقعد احملها من الاول، ممكن اعمل مثلا الطريقه دي في موبايل جديد. فانت لو النقطه دي هي اللي فرق معاك، فكره ان انت تحمل ملفاتك وتكون ظاهره قدامك في مكان واحد، تقدر تنظمها تحطها في فولدرات مختلفه، فده متاح في الايفون عادي. ولكن انت بقى لو بتبص على جانب الاخر من كميه تخصيص اكبر، وانك تبص على ملفات النظام وتبص على ملفات بتاعه البرامج والالعاب وتخش وتمسح اللي انت عايزه وتعدل في اللي انت عايزه، فده للاسف مش متاح. طيب وصلنا لاخر نقطه، وهي فكره انك ما تقدرش تعدل في النظام في الايفون. انت بقى لو شخص نيرد وجيك قوي واللي هو انا شاري الايفون عشان اعدل في النظام بس، فدي حاجه انت تقدر تعملها زي الاندرويد، زي ما بتفك البوت لودر وتعمل روت وتبدا تنزل بقى رومات معدله والكلام ده. انت في الايفون تقدر برضو من خلال الجيل بريك انك تنزل ادوات كتير مختلفه هتخلي لك الايفون ده موبايل تاني تماما. وكمان عايز اقول لك ان في ادوات كتير على الايفون بتتقدم بكواليتي انضف بكتير بسبب نفس الفكره، فكره ان الايفون عدد الاجهزه اقل، ففكره اختبار الادوات دي بيكون احسن مقارنه بالاندرويد. فانا طبعا مش هخش في تفاصيل في الموضوع ده لان الموضوع ده تكنيكال زياده عن اللزوم، ولكن هو لو بيستهويك فانت تقدر تسيرش وتشوف المناسب ليك ولاستخدامك.
وبس كده. ده كان فيديو انا بحاول اتكلم فيه من خلال تجربتي للموبايل عن الحاجات اللي انا قبل ما اشتري الموبايل كنت واقع فيها زيكو. والحقيقه بعد ما جربت الموبايل اكتشفت ان في حاجات كتير كنت حاسس ان هي مصيبه وكارثه، ولكن بالاستخدام لقيت ان هي عادي وفي حلول بتتوفر لي بشكل اسهل بكتير. فلو الفيديو فادك ما تنساش تعمل لنا لايك، ولو الفيديو ما عجبكش اعمل لنا ديسلايك، ويا ريت تقول لنا رايك او انتقادك في الكومنتس. واشوفك في فيديو تاني. سلام.